إذا ما ذهبت إلى الرياض في زيارتك الأولى وقررت أن تزور ساحة الألعاب الرياضية الإلكترونية، ستكتشف هناك المناظر الطبيعية بالأضواء الذكية، وتشاهد الطائرات بدون طيار تقوم بتوصيل السلع إلى جميع أنحاء المدينة. وأما الشوارع تعج بالمركبات خفيفة الوزن التي تعمل بالطاقة النظيفة والمركبات ذاتية القيادة، مما يخفف الازدحام. إذا أردت ركوب التاكسي أصبح بإمكانك الدفع عبر تقنية التعرف على الوجه. وإذا أردت أن تزاول نشاطاً تجارياً في السعودية، فلن يستغرق منك سوى 15 دقيقة للبدء في هذا النشاط. ولتعيش رفاهية مطلقة، لن يحتاج منك الأمر سوى أن تلتقط جهازك الذكي وتطلب ما شئت. هذا ما يمكن أن تعيشه في السعودية، الدولة التي تجاوز اقتصادها الرقمي فقط ميزانيات دولة ضخمة، من دولة منعزلة وبعيدة عن التكنولوجيا إلى دولة تتصدر العالم بالرقمنة والتطور. التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، هذه قصتنا لكم في هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يعد التحول الرقمي للحكومة السعودية استراتيجية متكاملة وحاسمة، تهدف إلى تسريع وتمكين التحول الحكومي الشامل نحو الرقمنة. يتبنى هذا التحول العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، ويتراوح الأمر بين إتاحة جميع الخدمات الحكومية رقمياً وسهولة الوصول إليها، مع وجود مواطنين بمظهر متسق يتمحور حول أحداث الحياة. وقد تم تصميم هذا التحول ليكون مناسباً للعصر الرقمي، مدعوماً بالمهارات والقدرات والأدوات الرقمية. بدأت المملكة استراتيجية الحكومة الرقمية في عام 2023 وتستمر إلى عام 2030 لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالمية، ولتكون ضمن المراتب العشرة الأولى في مجال الحكومة الرقمية. فمنذ إطلاق المملكة العربية السعودية رؤية 2030، نما الاقتصاد الرقمي بنسبة 10% حتى وصلت قيمته إلى 460 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 122 مليار دولار. أرقام كان قد أعلن عنها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة خلال انعقاد مؤتمر ليبتاك في الرياض لعام 2024. استمر المؤتمر لأربعة أيام، وشهد حضوراً دولياً كبيراً وإعلانات عن صفقات استثمارية بمليارات الدولارات تتعلق بالتحول الرقمي، وشهد حضور أكثر من 1000 شخص من بينهم خبراء ومختصون في قطاع التكنولوجيا. وأطلقت وزارة الموارد السعودية خلال المؤتمر عدداً من الخدمات الرقمية التي كانت قد أطلقت مسبقاً نحو 1000 خدمة رقمية، وتسعى إلى إطلاق 400 خدمة جديدة بحلول نهاية عام 2024. وكان قد تصدر القطاع الحكومي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في المملكة في عام 2023، مع استثمارات كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وتحليلات البيانات الضخمة. وجاءت قطاعات التمويل والاتصالات والطاقة والموارد والتصنيع في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق. وفي نفس العام تميزت المملكة العربية السعودية في مؤشر نضج جوفتك ومؤشراته الفرعية، حيث حققت نسبة استحقاق عالية على مستوى المؤشر العام بنسبة 97.13%، مما وضع السعودية في مصاف الدول الرائدة والمبتكرة عالمياً. ولمواكبة التطورات العالمية، تولي السعودية أهمية كبرى للعملات الرقمية وليس المشفرة التي تصنفها السعودية ضمن الأمور غير القانونية. وقامت المملكة بإطلاق مشروع عملة عابر، التي بعد إطلاقها شهدت نمواً كبيراً، لتساهم هذه العملة في تسريع التحول الرقمي الذي تتبناه المملكة، وهي عملة مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى تسوية العمليات المالية بين البلدين. المدن الذكية. تعرف المدن الذكية أيضاً بالمدن الرقمية أو المدن البيئية التي تتبنى الحوكمة ووسائل النقل الصديقة للبيئة.
وتساهم المدن الذكية في جذب الاستثمارات الرقمية وتعزيز الصناعة وزيادة الإنتاجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما أنها تعتبر محركاً قوياً للنمو، إذ تشكل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بدأت المملكة العربية السعودية التوجه نحو المدن الذكية في عام 2017 مع إطلاق مبادرة المدينة الذكية، بالتزامن مع نمو كبير تشهده المملكة في عدد السكان، حيث تضاعف عدد سكانها من 9.32 مليون نسمة في عام 1980 إلى ما يقرب من 32 مليون نسمة في عام 2017. وفي عام 2022 اعتمدت المملكة العربية السعودية استراتيجية جديدة للمدن الذكية لتحويل كافة الخدمات السكنية والخدمات التي يقدمها القطاع البلدي إلى خدمات ذكية، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء لتقديم الخدمات التي تعزز الرخاء الاقتصادي. جاء الارتفاع في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة بدعم من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والخطة التنموية التي تصل قيمتها إلى نحو 7 تريليون دولار للمشاريع العملاقة، مشاريع تقوم على التكنولوجيا لبناء مدن تؤثر بشكل إيجابي على السكان. ومفتاح هذه المدن الذكية هو إنترنت الأشياء، مصطلح يرتبط بالمنزل الذكي والمجتمع الذكي والمدينة الذكية، مما يعني أن الطريقة التي يعيش ويعمل بها السكان والزوار في المدينة ستتحول بالكامل. ومن المتوقع أن يكون هناك 30 مليار جهاز متصل بإنترنت الأشياء على مستوى العالم بحلول عام 2030، ويعادل هذا التوقع حوالي 3 إلى 4 أجهزة إنترنت الأشياء لكل مواطن. وتعد مدينة الرياض من المدن التي في طريقها لتصبح رائدة على مستوى العالم، تشمل أماكن الترفيه المستقبلية والتطورات السكنية الذكية التي تستخدم أحدث التقنيات في مراحل التخطيط والبناء والمستخدم النهائي. وسيكون هناك مطارات حيث لا يجب عليك أن تنتظر فيها أمتعتك، وإنما تصل إلى منزلك، ومطاعم تعرف ماذا تسأل وما القيود الغذائية والحساسية التي تعاني منها، ومركبات ذاتية القيادة وأنظمة نقل عام تعمل على تحويل مفهوم السفر مع نظام رعاية صحي ذكي. ببساطة، سيكون هناك طبقة رقمية في كل مكان ومجال يمكن أن تصادفه في المملكة العربية السعودية، من المنزل إلى السيارة ومن مكان العمل إلى أماكن الترفيه. سيتم قياس كل شيء وحسابه وتقديره وتحليله بشكل سري. وعلى إثر هذه التطورات تقدمت الرياض إلى المركز 30 على مؤشر IMD للمدن الذكية. فهل تصبح المدينة الأولى على مستوى العالم مستقبلاً؟ أخبرنا عن تجاربك في التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.